السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نتحدث على معجزة سورة البقرة. أنا نعرف وحدة معرفة شخصية، يعني نعرفها مليح، تقرأ يوميا سورة البقرة، يعني ما تشرطش على الله سبحانه وتعالى، هي تقرأها تقربا لله سبحانه وتعالى ومغفرة للذنوب، يعني قربة لله سبحانه وتعالى، وفعلا يعني حياتها بسم الله ما شاء الله ميسرة من كل الجهات، يعني أسوأ في ولادتها ناجحين بسم الله ما شاء الله، بنتها يعني هي عادية، يعني عادية جدا، وزوجة زوج يعني رفيع المستوى، هذا كله ببركة أن أمهم تقرأ يوميا سورة البقرة من الصباح الباكر بعد صلاة الفجر. هذه التجربة يعني تاع واحدة نعرفها يعني في الواقع، والأكيد أنه ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بها فهي فيها كل الخير. في الأخير نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.